هاد السيدة الله يرحمها ويوسع عليها صراحة إنسانة اللي عطات الكثير للميدان الأمازيغي ونقول الميدان المغربي لأن عندها أعمال حتى بالعربية. مسكينة كانت كتعاني صراحة من بزاف ديال الأمراض، كدير دياليز والسكر، وكانت كتجي مسكينة الوقت اللي كيعيطوا عليها وكتأدي الواجب. علاش كتأدي هذا الواجب؟ لأن حبا في الميدان، والله يرحمها ويوسع عليها ونتمنى من الله أنه نلقاو البديل، وخا ما غاديش نلقاو البديل ديال فاطمة جوطان لأن نعيا وما نهضروا ما غاديش نلقاو البديل ديالها. إلا جيت نقول بأنها ملكة ديال الأمازيغية ديال الشاشة الأمازيغية، والله يرحمها ويوسع عليها في هذا العيد. هذا اليوم كنفتقدوا واحد الفنانة، فنانة كبيرة كبيرة بأعمالها، يعني فنانة أعطت الشيء الكثير للمجال الدرامي الأمازيغي، واشتغلت حتى في الأعمال بالدارجة، يعني فنانة متكاملة. اليوم صراحة ما عرفتش كيفاش غادي نعبر، علاش؟ حيت جات الموت ديالها ما كناش كنتوقعوه، خصوصا أنها كتعاني من المرض قرابة 6 سنوات، ورغم ذلك كانت تعاني ورغم ذلك تشتغل. فهنا فين كان نكتشفوا باللي راه هذه الفنانة كتخدم بالصدق وعطت كل ما لديها من أجل الفن. فعزاؤنا واحد للجمهور ديالها، المحبين ديالها، وكذلك الأصدقاء ديالها الفنانين اللي افتقدوها اليوم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.